لن نوقف دعمنا للشعب الفلسطيني في غزة، هكذا لخص الهلال الأحمر المصري رسالته خلال مؤتمر صحفي عقد بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني. مساعدات طبية وإغاثية وغذائية كان لها أثرا كبيرا على الفلسطينيين، لا سيما على الطبقة الفقيرة، فمئات الشاحنات ما زالت تخط طريقها نحو غزة في محاولة من مصر التخفيف من حدة آثار العدوان على السكان. مستمرين في توصيل المساعدات ومستمرين في مؤازرة الشعب الفلسطيني من خلال جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني اللي بتعمل على قدم وساق مع جمعية الهلال الأحمر المصري. احنا مش بس وفد جاي، لا، احنا تقدر تقول رسالة بنحملها على عاتقنا وقلبنا عشان نقدر نوصلها للشعب الفلسطيني ونقدر نداوي جزء من الجراح الموجودة حاليا. أما الهلال الأحمر الفلسطيني فأكد أن جمهورية مصر استجابت بشكل عاجل خلال العدوان لطلبها في ظل النقص الذي تعاني منه طواقم الهلال في ظل إغلاق الاحتلال لكافة المعابر. ومنذ اليوم الأول قام الهلال الأحمر المصري بالتواصل معنا وطلب منا تقديم لوائح احتياجات لقطاع غزة، وبالفعل تم إرسال هذه اللوائح إلى جمعية الهلال الأحمر المصري. ويعني الحمد لله، يعني منذ اليوم الأول قامت الحكومة المصرية برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسهيل جميع الأمور اللوجستية لإدخال مساعدات إلى قطاع غزة. وتعد مصر من أكثر الدول العربية والدولية التي بادرت في تقديم العون والإغاثة لسكان غزة المنهكين بفعل العدوان الإسرائيلي. لم تتوقف الجهود المصرية منذ اليوم الأول للعدوان على قطاع غزة، جهود لاقت ترحيبا كبيرا من قبل الفلسطينيين هنا ويدعون إلى مواصلتها. محمد الدعور، الغد، غزة، فلسطين.